خلي بالك اول كاس سوبر اول نسخه الاهلي انسحب ولم يعاقب ولعب بعد كده ما كانش ده في اللائحه خمس اعتذار ده خمس اعتذار خمس نسخة. طب بالمناسبه خمس اعتذار ده خمس اعتذار في السوبر اللي كان بيلعب بديل بيكسب ولا ما بيكسبش ولا مره حصلت في الاربعه اللي فاتوا ان البديل كسب يعني بيراميدز تاريخيا حظه مش هيبقى حلو حاجه من الاثنين حظه مش هيبقى حلو يا هيكون اول فريق طبعا يكسب يا اما هيكمل نفس السلسله اللي حاصله انه يكون خامس فريق يدخل بديل والبديل اللي بيدخل طرف عن البطل اللي كان موجود ما مين دخل بديل كده مقاولين اعتقد غزل المحله اعتقد دخل بديل دخل مقاولين في اول نسخه ودخل وغزل المحله غزل لعب برضه وام بي لعب في نسخه بدل نادي الزمالك كان رفض يطلع يستلم ميدالياته ولعب مكانه دي كان الاعتذار ده هو خامس نسخه من ال20 النسخه في النسخه رقم 20